السلام عليكم. هنتعلم طريقة رفع فيديو على اليوتيوب بطريقة صحيحة وبأعلى جودة ممكنة. معروف ان اليوتيوب بيدعم 4 مستويات من الجودة، في مستوى اسمه SD، وفي مستوى HD، وفي مستوى اللي هو 4K، وفي اخر مستوى ومش موجود عند البعض وهو 8K. دلوقتي بقى هنتعلم مع بعض ازاي ترفع فيديو على القناة بتاعتك، وهل هو بالفعل هيأثر على المشاهدين ويأثر كمان في الفيديو بتاعك انه يخليه في المستويات العالية جدا في محرك البحث، او يظهر الفيديو بتاعك اول محركات البحث على اليوتيوب. هنشوف كل ده بالتفصيل معنا مع بعض. يلا بينا كده نبدأ الشرح. لو احنا رحنا عندنا على الفيديو اليوتيوب واحنا عملنا له رفع او عملنا له ابلود، زي ما انت شايف كده قالك تحت هنا جودة الفيديو، هنا جودة الفيديو بقولك تم اكتملت عملية معالجة الفيديو. انا هحاول كده اقرب لك المسافة شوية. قالك هنا جودة اسمها SD، وعندك جودة اسمها HD، وعندك هنا جودة 4K. طبعا في ال 8K بس احنا مش هنضيفها مع بعض، ولكن انت لو حابب تعمل 8K فانا هقول لك هتعملها ازاي. تعالوا بينا كده نعرف يعني ايه SD. ال SD ده اللي هو ستاندرد ديفينيشن، اللي هو الوضوح القياسي، اللي هو تقريبا بجوده 144 بت لحد 320 بت. معانا ال HD اللي هو بجوده تقريبا 720 بت، اللي هو الهاي ديفينيشن. ومعانا كمان ال 4K. ال 4K ده بيكون طبعا جوده اعلى جدا بمقاسات عاليه جدا، تقريبا بيبقى 1444 بت، اللي هو السوبر هاي ديفينيشن. ومعانا اخر حاجه اللي هو ال 8K، وهقول لك ازاي تقدر توصل لل 8K، ده اللي بيكون سوبر هاي فيجن. دلوقتي هنشوف كده مع بعض عندنا في اليوتيوب. هنرجع تاني على القناه كده. زي ما انت شايف اني هنا جوده الفيديو SD، وعندي ال HD، وعندي ال 4K. طيب ازاي انا برفع بقى ال 4K؟ بعمل ايه؟ بروح عندي على ادوب بريمير، او بروح على اي برنامج مونتاج يكون موجود عندك. وانا رفعت قبل كده ازاي تقدر تنزل برنامج مونتاج مجاني، تقدر تستخدمه على الكمبيوتر وعلى الفون بتاعك، وبرده بينزل بجوده ال 4K. طيب دلوقتي انا هرفع معاكم الفيديو. زي ما انت شايف انا سحبت الفيديو بتاعي بالشكل ده كده. دلوقتي انا كنت بتكلم على عن محتوى معين، وانا عاوز اخلي الفيديو ده يوصل بجوده SD. طبعا بروح عندي على كلمه فايل، تمام، وبعد كده بنزل تحت عندي على حاجه اسمها اكسبورت، وعندي هنا الميديا بضغط عليها ضغطه، وهنا بروح عندي بقى على ال H264، تمام، بضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده بروح عندي على البيرست بضغط عليها ضغطه كده. طبعا بيدينا مستويات كتيره جدا من الاندرويد، وعندي هنا الاندرويد لو انا بتفرج على الاندرويد. طبعا انا بنزل تحت كده خالص، بفضل نازل على الاخر خالص. طبعا هنا بيديلك مستويات بجودات معينه، لكن انا هطلع كده اوصل لاخر حاجه معانا. زي ما انت شايف هنا عندك قال لك هنا ستاندرد ديفينيشن اللي هو SD. طبعا هنا برضو SD ستاندرد ديفينيشن، طبعا مكتوب هنا يوتيوب، يعني لو جيت تلاحظ كده يقول لك هنا يوتيوب، وبعد كده هنا بتروح عندك على اليوتيوب اللي هو 480 برضو ستاندرد ديفينيشن، ومعانا هنا اليوتيوب 2720 بت اللي هو ال HD، بتوصل لمرحله ال HD الهاي ديفينيشن. وعندي هنا برضو ال 1080 بت، عندي هنا HD برضو، ويوصل معانا ل 2160 بت اللي هو ال 4K. طبعا طول ما انت بتعلي في برامج المونتاج، طول ما هيوصل معاك لل 8K. ال 8K للاسف مش موجود في الادوب بريمير من 2017 لحد 2020، تقريبا موجود في فوق ال 2020 لو هو موجود معاك. لكن في الكاب كات اللي انا قلت لك في الفيديو ان انا هقدم لك برنامج مجاني، تقدر تستخدمه عندك على الكمبيوتر وتقدر تستخدمه على الفون عادي جدا، بيدعم ال 4K. لكن انا بضغط عندي على ال HD كده، نبص بصه كده عليه، او نشوح الاول على ال SD، تقريبا بينزل او بيعمل ريندر لحجم الفيديو عندي هنا تقريبا 236 ميجا بت. دلوقتي ده ال SD. طب لو نروح عندنا على اعلى حاجه في ال HD، نطلع كده فوق شويه، تمام، نرجع كده نروح عندنا على ال SD نشوف اعلى حاجه، وصل معانا ل 892 ميجا بت. طب هنروح معانا كده لل 4K هنشوف هيجيب معانا قد ايه. وصل معانا ل 2404 ميجا بت. طبعا ده حجم الفيديو، انت هترفع 200 جيجا تعمل ابلود على اليوتيوب. طبعا في برامج بتضغط كل الكلام ده بس بتقلل من الجوده بتاعتها، لكن انا برفع من ادوب بريمير، برفع عندي على اليوتيوب. طيب الفيديو بياخد معايا قد ايه رفع الفيديو؟ طبعا على حسب جوده الانترنت عندك. لو الانترنت عندك سريع وشغال تمام ممكن ياخد معاك حوالي 16 ساعة، لكن لو انت النت عندك يعني بيمشي بالعافية شوية ممكن ياخد معاك يوم ونص على الأقل علشان يرفع الفيديو بتاعك بالكامل ويوصل معاك لجودة HD اللي انت عاوزها. زي ما انت شايف كده هنا جودة ال HD. طيب
هل الجودة بتأثر في المشاهد؟ اه بتأثر في المشاهد، يعني تحاول كده تنزل معايا في الاعدادات وبعد كده ترفع الجودة بتاعتك لل 4K، هتلاقي الفيديو 10/10 معاك وكمان هتشوفني اوضح. طبعا في التليفونات اللي بتدعم ال 4K، في تليفونات بتدعم ال HD. طبعا انت لما تيجي تشوف ال HD بيبقى صورتي انا اوضح وتلاقي شكلك تمام اوضح كمان، مفيش فيه اي بكسلة، مفيش فيه اي مشاكل. لكن لو انت هتستخدم ال 4K حاول بس تستخدمه لدقيقة، استمتع كده بال 4K شوية وانزل تاني عشان باقة الانترنت بتاعتك ما تخلص. طيب هل هو بقى بيأثر الفيديو على المشاهد؟ اه بيأثر على المشاهد. طيب بيأثر على الاس اي او او بيحتل المراتب الاولى في محركات البحث اليوتيوب؟ اه وده هيفيدك جدا، لكن ال 4K بيحتاج وقت اطول ودي من عيوبه، لكن مميزاته بالفعل بيخليك تحتل المراتب الاولى، بيبقى اليوتيوب بيفضل الفيديو بتاعك عن اي فيديو تاني وبيخليه يحتل المراتب الاولى. طيب انا رفعت الفيديو بجودة 4K وبرضه ما جابش مشاهدات، لكن خلي بالك في يوم من الايام هيجيب مشاهدات كتيرة جدا، ممكن مش بعد اسبوع ولا شهر، ممكن شهرين ثلاثة اربعة تلاقي الفيديو بتاعك رفع جامد قوي، وهتلاقي الفيديوهات بتاعتك كلها اللي انت رفعها بجودة 4K هتلاقيها كلها ظهرت في محركات البحث الاولى على اليوتيوب. انا قناتي لو جيت تروح عندي على اي فيديو مش هتلاقي ولا فيديو بجودة ال HD، لكن هتلاقي بجودة السوبر HD اللي هو ال 4K. تقدر تستخدم وتتفرج على الفيديوهات بتاعي الالترا HD وكمان ال 4K، هتوصل لك كل ده لما تيجي تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس، ولو احتجت اي حاجة اتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، مع السلامة.